بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في هذا الهاكاثون أو الهوماثون الافتراضي الفريد من نوعه، والذي يأتي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، والتي ترمي إلى تمكين التقنيات المتقدمة الحديثة، وخصوصاً في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي. نحن ننطلق في هذا الهاكاثون في ظل ظروف عالمية صعبة مع جائحة كورونا، ونحاول مع ذلك أن نبدع ونبتكر في 8 مجالات أساسية: الصحة والتعليم والتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية كذلك، وأيضا الترفيه والخدمات اللوجستية والتقنية المالية، وبالإضافة لذلك العمل والتعليم عن بعد. نسعى من خلال هذه التقنيات إيجاد حلول مستدامة لنخرج من هذه الأزمة بإذن الله بإنجازات تسعد البشرية جميعا. ونحن في سدايا، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، نسعد ونفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية، وندعم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في هذه المهمة العظيمة التي يطلع بها من خلال هذا الهاكاثون. ونحن نؤمن أن الإلهام هو الطريق إلى التمكين، والتمكين هو الطريق إلى الاستدامة. نحن نتطلع إلى استدامة الحلول التي تنتج من هذا الهوماثون لتكون منتجات حقيقية لإسعاد البشرية جمعاء. نحن في هذا الهاكاثون أو الهوماثون الافتراضي نمر من خلال هذه الظروف الصعبة، ونريد أن نجتازها، ونحن نستذكر تلك الإنجازات العظيمة في مجال التقنيات الحديثة والمتقدمة. ختاما نقول على بركة الله، وتوكلنا على الله، وننطلق بتوفيق الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لأبنائنا وبناتنا المتسابقين، وشكرا لكم.